يا صباح الفل عليكم، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه. حلقه حلوه النهارده ان شاء الله، هنعمل فيها شويه وصفات مختلفه. هنعمل اول حاجه المخ البانيه، هنقول المقادير بتاعته. هستعمل مخ عجل كبير، ملح وخل. انا بقول مخ عجل علشان الخروف بيبقى مخه صغير قوي، فالعجل بيبقى اسهل معاكي في الشغل. ورق لورا، بصل، ثوم وجزر، ليمونه، فلفل اسود ودقيق، بيض، بقسماط، وربع كوبايه ملح. ضروري الملح ليه بقى؟ بسم الله نبتدي. المخ مشكلته العروق اللي فيه، علشان كده بصوا دي اكبر مشكله بتواجه الواحد لما بيجي يعمل المخ. العروق دي انا عايزه اشيلها. هشيل على مرحلتين. اول حاجه هستعمل ملح، اهي شايفين العروق دي والدم اللي فيها. فانا بعمل ايه؟ بعمله بالملح بالراحه علشان ما يتفرتكش معاكي. الملح ده بيطلع لي الدم وشويه من العروق، اهي بص هتلاقوا لونه ده بيفتح عندها ازاي، اهو كده بدعكه بالراحه بالملح علشان اشيل اللي اقدر عليه، وهسيبه في الملح شويه. انا عايزه بس اوريكم واحده لما اخلصها الفرق بينها وبين. بصوا بالراحه بالراحه عشان هو بيبقى هش قوي، اهي شايفين النص اللي انا عملته بالملح. لا انا عايزه اشوف ايوه من فوق عشان اللون يبان، اهو ده الملح شالي الدم اللي فيه. خلاص هعمل بقى التاني وهسيبه شويه بعد كده اشطفه. بشطفه الاول من الملح، انا ما بسلقوش بالملح ده كله ولا هيبقى مش. وخدي بالك من الحته اللي جوه دي اللي فيها الشعيرات دي، قدر الامكان بتشيل الشعيرات بس بالراحه. اهو احنا كده كده هيتقطع، فانا هعمله ثلاثه علشان اسلقه علشان اعرف اللي بين الفصين دول اشيله. اهو بعمل له مساج بالراحه وما احاولش ان انا اشيل العروق دي اللي لازقه قوي، يعني الحاجات اللي بتطلع بسهوله بشيلها، لكن اللي لازق قوي ما بشيلوش علشان ما يتبهدلش معايا. هو كده كده بعد ما يتسلق هيبقى سهل قوي ان انا اشيلهم، بس انا بقى ايه بشيل الدم كله قبل ما اسلقه. اوكي خلاص بسيبهم في الملح، وبعد كده اهو بشطفهم بالميه. واكون غاليه ميه، بصوا اهو بشطفه من الملح واحطه اسقطه في ميه مغليه. بسم الله اهو ميه مغليه، وهشطف ده كمان من الملح بعد ما اسيبه فيه نص ساعه. خلاص يبقى احنا هنسيب المخ نص ساعه في الملح وبعد كده هنشطفه. اهو كده اهو هحطه في الميه المغليه، مش هحط اي حاجه غير لما اشيل الريم بتاعه الفوم اللي عليه بعد ما يعني هو في الميه هسيبه، مش هحط اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه خالص لسه. الميه دي اول ما تبتدي تغلي ويطلع الريم بشيل الريم، بعد كده بحط كل المنكهات اللي انا عايزاها فيه. فاحنا هنسيبها ايه، بصوا الريم ابتدى يتكون، والمخ ما بياخدش سلق كتير، يعني بسيط قوي على النار مجرب علشان اعرف اشيل العروق وايه اعرف اتعامل معاه. خليه على ما يبتدي يغلي. ممكن نعمل ورق العنب يا زينب. يا زينب الو. ايوه يا زينب ازيك؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ عندي 11 سنه. يا لولو ما شاء الله عليكي. قولي لي عايزاني اقول لك على ايه؟ طريقه الكريب، عجينه الكريب. الكريب من عينيا الاثنين، هقول لك عجينه الكريب. ميرسي يا زينب. هنقول لها على الكريب عينيا. مقادير طاجن ورق العنب، انا هعمل ورق العنب بالعكاوي. اوكي المقادير بتاعتي ربع كيلو ورق عنب، وهستعمل كيلو مثلا من العكاوي.
كوبايه وربع رز، حبتين طماطم، بصلايه، نص كوبايه خضره مشكله، عصير ليمونتين، فلفل اسود وبهارات مشكله. خلاص هنيجي هوطي على الزيت. بصوا هعمل ايه، اول حاجه هحط البصله بتاعتي اشوحها شويه بسمنه او زيت زي ما انت عايزه، وممكن خليط من الاثنين. بصفر البصلايه اول حاجه، اصفرها على النار، وهجيب الحله بتاعتي، ادي العكاوي هوريها لكم. هنطلعها دلوقتي في طبق، انا ببقى سلقاها زي سلق اللحمه كده، بس ما بقاش مسويها للاخر، يعني زي ما بتسلقي اللحمه هتسلقيها وما نسويهاش للاخر لان هي هتقعد مع ورق العنب برضو. بصوا اهي، ادي العكاوي اهي المسلوقه، ثلاث ارباع سلق. اوكي، طبعا بتحطوا لها ملح وفلفل، ما تكتريش برضو الملح. معانا تليفون، استاذ كمال. استاذ كمال. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، الحمد لله. عينيا ليك. الو، البيتزا؟ ماشي. كل ما تيجي نعملها معانا حضرتك. ايوه، كل ما تيجي تعملها ايه؟ المصير بتتمط زي ما بتتمط كده معاكم. ما بتمطش معاك ولا؟ ماشي اوكي. انت بتريح العجينه كويس؟ وطي التلفزيون عشان تسمعني. ماشي حاضر. لا مش بنريح. اما علشان كده عجينه البيتزا بعد ما تتعجن لازم على الاقل تتساب من ساعه لربع ساعه ترتاح وتنفخ معاك، وبعد كده هتمط معاك زي الفل. لكن لو عجنت العجينه وجيت فردتها طبعا شيء طبيعي انها مش هتمط معاك، لازم تريحها علشان تمط معاك وعلشان الخميره اللي فيها تشتغل، فهتبقى طريه معاك وتمط زي الفل وبتضاعف حجمها كمان. اي عجينه لازم اسيبها لما تخمر، حتى لو العجينه ما فيهاش خميره، فيها عجينه ما بقاش فيها خميره ولا بيكنج باودر، لازم اسيبها ترتاح، لازم الدقيق يرتاح علشان تعرفي تشتغلي بيه وتفرديه. اديني بشوح البصله، عايزاها تصفر جامد شويه، وهنا ابتدى الريم يطلع عندي. ادي العكاوي وادي الشوربه بتاعتها انا هسوي بيها ورق العنب. خلاص ادي الريم ابتدى يتكون عندي، انا حتى ملح وفلفل مش حاطه، مش هحط ملح طبعا لان انا اصلا دعكه بالملح ولا حاجه. ليه طب انا مش هحط الحاجات دي؟ لان انا لما اجي اشيل الريم هروح شايله البهارات معاها، فملهاش لازمه ولا بصل ولا اي حاجه غير لما اشيل الريم. هنا اهو ادي البصله بتاعتي صفرت قوي، ريحتها طلعت، ابتدت كده تطلع السكر بتاعها. هروح حط عليها طماطم، الطماطم يا دوبك تبتدي تطرى، يعني هسيبها كده الميه والسوائل اللي نزلت منها تشربها، يبقى كده خلاص. بنقلبها طبعا، هبتدي بقى اشيل الريم بتاع المخ، وده مهم جدا عشان ما يطلعش زفر معايا. المخ، اللسان، كل حاجات الاعضاء الداخليه دي لازم اكون عامله حسابي ان انا وانا بسلقها وانا بطبخها يبقى فيها بهارات، يبقى فيها تتبيل كويس علشان تطلع حلوه معاكي. ادي الريم لازم يتشال لانه ممكن يعمل لك ريحه مش حلوه. بشيله كله، خلاص اهو اي رغاوي بشيلها، وبحط فلفل اسود بقى. فلفل اسود اساسي. هنا اهو الطماطم خلاص شربت، دي بتاعت ورق العنب هشيلها بعيد عن النار.
علشان تبرد على ما اجي احشيها. وهنكمل لسه المخ. ادي البصل والطماطم. هاجي هنا هحط بقى ورق اللورة، مهم جدا 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 للزفارة، مهم جدا فوق ما تتخيلوا، ده غير الفوائد الغذائية بتاعته طبعا، بس ورق اللورة من الحاجات اللي لو عاملة مخ، عاملة لسان، عاملة بط، عاملة أي حاجة ممكن تسفر معاكي، لازم أساسي فيها ورق اللورة. آدي بصل، بصلاية بقطعها، وجزراية بقطعها علشان ريحته تبقى حلوة وطعمه يبقى حلو. يا بصل والثوم والجزر ورق اللورة فلفل اسود، بتحطه مع المخ اساسي وانا بسلقه. خلاص اخليه يتسلق وارجع لورق العنب. ادي الخلطة بتاعتي. الرز طبعا بيبقى مغسول اهو، والخضرة انا هزود بقى معلقة سمنة او شوية زيت زيادة. انا هادي زيت، ممكن تحطي معلقة سمنة او زبدة هنا اهو. وهنحط بهارات، بهارات المشكلة، هحط نص كمية عصير الليمون مش كلها، وهحط الملح والفلفل بتاعي. ورق العنب، اكون سلقه ورق العنب. ورق العنب وانت بتسلقيه، لو هو في الفريزر عندك او انت جايباه مجمد، خدي بالك ان سلقه يبقى بسيط جدا، ما يتسلقش كتير. وانت بتسلقيه رشه ملح ومعلقه زيت عشان يكون بيلمع معاكي. ادي التتبيله بتاعتي جاهزه ان انا احشي. هجيب الحله اللي انا هحشي فيها. اول حاجه بحطها عروق ورق العنب. طبعا لو انت عندك الورق عنب بلدي، او انت اللي شارياه من الراجل بيبيع ورق عنب، هتلاقي فيه عروق. لو انت جايباه جاهز اللي هو في السوبر ماركت مش هيبقى فيه عروق. فهتعملي ايه؟ هنحط شرايح ليمون، ليمون اهو اهو، شرايح ليمون. ليه؟ عشان لو لزق معاكي حاجة ما تلزقش العكاوي، انا هحطها تحت عشان يتقلب زي المقلوبة كده. وهحط ادي طماطم، ممكن تحطي بصل. انا اكتر طبعا حاجة بحطها عروق ورق العنب، يعني دي اهم حاجة، مش موجود احنا بنحط كده. ونبتدي اول حاجة هنحط العكاوي بتاعتنا اهي، هنحط الكبير في النص، وهي طبعا بتبتدي تصغر شوية شوية اهو كده اهو اهي. خلاص هنيجي بقى ايه، نشيل بس الكلام ده كله عشان نعرف نشتغل، وهنبتدي نلف ورق العنب اللي احنا هنحشيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورق العنب الخشنة لفوق، هحط الحشوة بتاعتي. ادي واحد اتنين كده، هروح ده عاملة الجنبين عشان ما يفتحش اهو، وشدي علشان ما يفتحش اهي. اوكي هنبتدي بقى نرص فوق، هنرصه فوقيه اوكي، هنرصه وبعد كده هحطه على النار من غير اي سوائل، 10 دقايق على النار. صدقيني دي احسن نصيحة علشان ورق العنب بيطلع معاكي زي ما هو كده ما يفتحش، لازم ينزل السوائل بتاعته. فبحطه 10 دقايق على النار من غير اي سوائل. بعد كده بحط له بقى المرقه بتاعه العكاوي. هروح دلوقتي الفاصل، هروح لفاصل وهرجع لكم بعد الفاصل تاني
اوعى تروحوا في اي حته تانية عشان ايه نكمل الوصفات بتاعتنا. يلا رجعنا من جديد. المخ اتسلق، بحاول بقى اشيل كل العروق اللي فيه مع الطبقه الفوقانيه كده بالراحه، وهتلاقيه اتشال معاكي بسهوله جدا، هيبقى بسهوله بيطلع غير مكان وهو ني. بشيل العروق دي اهي، بصوا ده العرق ده بيتشال، ده لازم يتشال لما بسلقه. وزي ما قلت لك هنسلقه نص سلق لانه ما بياخدش وقت، وعشان لسه هو هيتحمر في الزيت. لو في واحده ما بتطلعش معاكي ببوز السكينه كده مطرح الفتحه واروح فتحها وشده المخ دي علشان يطلع معاكي نظيف وزي الفل. انا من الحاجات اللي بخاف اكلها بره بصراحه المخ، لان مش ضامنه هما نضفوه كده ولا لا يعني، فهي دي اهم حاجه. بصي اهي علشان تطلع معايا بسهوله، وادي الاخراني بشيل كل الخيوط اللي فيه. الخيوط دي اللي هي العروق او الشعيرات الدمويه اللي فيه، لازم تتشال. وبعد كده بنقطعه كبير سكينه مشرشره احسن اهو، شايفينه بيبقى ابيض زي الفل ازاي. وزي ما قلت لك، وطبعا لو لقيتي اي حاجه جوه لو انت بتقطعيه لازم تتشال ما تسيبيهاش يعني. بصوا في واحده اهي لازم تتشال عشان اهو كده اهو. واحنا مش سالقين وسلق كامل تاني بقول لكم، علشان يا استاذ حسين لما يستوي ما يبقاش. ايوه استاذ حسين ازاي حضرتك؟ السلام عليكم، ازي حضرتك يا سيف؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ وانت طيب؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيبه وهيسعد عليكم ان شاء الله باذن الله. وعلى مصر كلها يا رب والامه الاسلاميه. ان شاء الله باذن الله، حضرتك مبدع والله يا سيف في كل حاجه. ربنا يخليك، تسلم يا رب والله. ايدك وعايز طريقه اللسان بعد اذن حضرتك. من عينيا الاثنين. على طريقه حضرتك يعني. من عينيا الاثنين. الله يخليك، شكرا يا سيف. العفو. بضرب البيض، ملح وفلفل. وبحاول اقطعه بنقطه زيت زي ما اتفقنا ان الزيت او اللبن بيقطعوا لي البيض علشان ما يمطش معايا وانا بشتغل. طبعا عايزه اقول لكم في ورق العنب احنا قلنا هنحطه 10 دقايق من غير سوائل، بعد كده الشوربه تبقى مغليه لما انزلها عليه ومعاها بقيه الليمون. خلاص يعني بقيه الليمون اغليه مع الشوربه بتاعه العكاوي وانزل بيه على ورق العنب. هاجي هحطه في البيض، سوري، بعد كده الدقيق. صينيه اللسان، اللسان من الحاجات انا بحبها جدا. اللسان بيتسلق بس لازم سلقه برضو زي المخ كده، واللسان كمان الافضل ان يتغلي غلوتين وتتكب ميته ويتحط له ميه تاني. خلاص كده ادي دقيق، حطيت البيض والدقيق، بعد كده بيض وبقسماط علشان انا عايزه تبقى طبقه تخينه فما تستغربوش كده اهو. مش عايزه اعمله بالشوكه قوي علشان ما يتقطعش مني لان هو هش قوي، فلازم اكون حذره وانا بشتغل فيه. كده اهو، وبعدين هنبتدي نحمره. هسخن الزيت على ما اخلص
اللسان بنسلقه اول حاجه زي ما قلت لك، اللسان ميته تتكب بعد ما يغلي مثلا 5 6 دقائق، وبعد كده اهو ارمي الميه بتاعته وارجع احط له ميه مغليه. هستعمل ايدي يا جماعه علشان الشوكه مش هتنفع، هيتبهدل. احط له ميه مغليه فيها بقى كل المطيبات اللي احنا بنحطها، ولازم اشيل الريم كويس. بعد ما يتسلق اللسان بسيبه يبرد وبقشره، بيبقى عليه طبقه كده من القشر، ده لازم يتقشر منها، وبقطعه ترانشات ارصه في الصينيه، واحط عليه بصل وطماطم، وهقول لك على خلطه فظيعه بتتحط عليه حالا. اخلص ده. كده اهو. يعني المخ من الحاجات القليلة جدا اللي ايه الواحد بيعملها بايده علشان ما تتبهدلش. وادي اخر اتنين. انا مجهزة الزيت، الزيت لازم يسخن علشان، وارجع تاني اقول انا بحط البيض مرتين علشان اعمل طبقة تخينة فوقيه القرمشة بتاعته تبقى حلوة. يعني مش بعمله دقيق الاول وبعد كده بيض وبقصومات، لا بحط الدبل ديب علشان اهو كده، وابتدي ان انا احمره بعد الزيت ما يسخن. اللسان بحط له طماطم وبصل ودخله الفرن يا دوبك يتحمر، وبعد ما بيتحمر بطلعه وانا بقدمه بعمله خلطه من توم وليمون وخل كزبره خضراء وفلفل حراق، بحطهم عليه وبقدمه، بيطلع فظيع بجد، بيبقى حلو قوي. على فكره الخلطه دي كمان المخ ممكن اقدمه مسلوق، يعني بعد ما اسلقه اسلقه بقى سلق كامل واقطعه، ويتقدم كسلطه او عليه الخلطه اللي بقولك عليها دي، اللي هي الكزبره والفلفل الحراق، ليمون، خل، ثوم، ملح وفلفل. يا سلام على المخ، وبيتقدم مسلوق بيها، حلوه قوي. بس هي اغلبيه الناس بتحبه بانيه او ما تعرفش غير البانيه، فعشان كده احنا عملنا النهارده الطريقه بتاعه البانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لؤي. الو يا فندم. الو، ازاي حضرتك؟ عايز طبخه الكبده المفرومه. عايز وطي التلفزيون معلش واسمعنا من التليفون. عايز طبخه ايه؟ طبخه اللحمه بالكبده المفرومه. اللحمه بالكبده المفرومه. اه ماشي. في كمان بص، في اكله فرنساوي بيعملوها البيف جرينيون، بيعملوها وبيحطوا بيفرموا كبده صغيره قوي بيحطوها عليها، بس انا اول مره اعرف ان هي وصلت مصر بصراحه. يعني هنشيل ده. بيعملوا اللحمه، عرق اللحمه الفيليه بيتعمل على بعضه، وبعدين بيتحط بتتفرم الكبده وبتتعصق زي اللحمه المفرومه، بصل وثوم وبهارات، وبتتحط فوق العرق الفيليه بعد ما يستوي، وبيتلفوا كلهم بعجينه اللي هي بتاعت الباف بيستري خلاص، وبندخل الفرن العجينه تحمر، وطبعا بنعمل زي ورد او ورق شجر على العجينه من بواقي العجينه كده بحيث يبقى شكلها حلو، وبتقدم على السفره على بعضه، بتتقطع بتبقى الترانشايه حته من اللحمه الفيليه حواليها الكبده وحواليها العجينه الباف بيستري، بتبقى حلوه قوي. انا ده انا خلاص اهو المخ خلص اهو، عشان كده انا وطيت النار اول ما حطيته لو خدتوا بالكوا، علشان ما بياخدش وقت. انا كمان بحبه تخين، عشان في ناس تعمله رفيع، لازم يبقى مقلبس كده علشان ايه يبقى حلو.